على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. نفحات عطرة من طيب النبوة تنير مآثر الفكر، وإشراقات مضيئة من مشكات الرسالة في فيض من العطر. ننطلق فيها من عبق السنة المطهرة تنير مآثر الفكر، لنلتمس طريق الفلاح في أجواء الشهر الكريم. ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري. نفحات نبوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شهر رمضان شهر قراءة القرآن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدلنا على أجر الماهر بالقرآن، وهو الحاذق به الذي يقرأه بإتقان واسترسال، فهو مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة، وسموا سفرة لأنهم ينزلون بالوحي بين الناس ويصلحون بين الناس. فشبه الملك بالسفير الذي ينتقل بالشيء بين الناس. ثم هذا الحاذق بالقرآن يكون مع الملائكة في مرتبتهم ومنزلتهم، لكن من فضل الله عز وجل الواسع أن الذي يقرأ القرآن وليس ماهرا به فإنه مع ذلك ينال الأجر العظيم. أول الأجرين أجر قراءة القرآن، وثاني الأجرين أجر المشقة التي تناله بسبب قراءة القرآن. ولا شك أن أفضل ما يتقرب به إلى ربنا سبحانه وتعالى هو كلامه، ولذلك كانت قراءة القرآن في أعلى مراتب ذكر الله عز وجل. ولأن رمضان شهر القرآن، فعلى المسلم أن يحرص على الإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر. ومن عجب أننا نرى بعض كبار السن الذين لا يعرفون القراءة، وهم مع ذلك يتكلفون قراءة القرآن وينالون في ذلك مشقة كبيرة جدا، وبالمقابل بعض الشباب الذين يقدرون على القراءة ويستطيعونها دون كلفة ولكنهم مقصرون. في الحقيقة هذا الشهر، بما أنه شهر القرآن، علينا أن نعيد النظر في علاقتنا بكتاب الله عز وجل، فيكون هذا الشهر فرصة للقراءة، للحفظ، للمراجعة، ثم أيضا فرصة لتدبر كلام الله عز وجل. إلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر، هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.